اسمعك انا، اسمعك تفضل، انا بستمع. معظم اللي موجود الآن هو معرفة، صحيح يعني كلنا نعرف هذه تعتبر، أنا يعني أنت بما أنك باحث ودكتور تعرف معنى كلمات مفتاحية فقط، لكن لما تسأل الناس عن مفهومها وآلية عملها تلاقيه منقوص، وهذا خلل أمانة. ما يلامون، قد إنهم صح ما يلامون مراجعهم أو أماكنهم أو منظماتهم أو إنهم من عوام الناس اللي يجهلها كثير من الأشياء هذه. أنا أتمنى يعني إنه يكون فيه توسع، سواء من المنظمة الإدارية أو شبكة المسؤولية الاجتماعية، لعقد شراكات معينة مع قطاع خاص أو مع منظمات حكومية، بما إنه الآن متاح. أنا أتكلم عن السعودية أمانة، بما إنه متاح الآن برنامج الشراكات، العوائد المادية مش بالضرورة أنها تكون يعني مرضية في البدايات، لكن فيه أماكن هي بحاجة وما وصلها العلم. نعم انه لا جهل في بلد العلم، ولكن ما وصلهم مثلا ان في دبلوم للتنميه المستدامه او في وقد تكون كيانات كبيره يعني بالمقابل، وهم